بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن برنامج النيترو بي دي اف بروفيشنال. البرنامج ده تحديدا من أقوى البرامج اللي بتتعامل مع ملفات البي دي اف، وبيهم معظم الباحثين. ليه؟ لأنه ممكن إن أنت تنشئ بي دي اف، تحول من البي دي اف لملف وورد لصور، ممكن تجمع بيه أكتر من ملف بي دي اف مع بعض، ممكن إن أنت تستخدمه كمان علشان تضيف تعليقات وكومنتات على البي دي اف بتاعك. اللينك بتاع تحميل البرنامج هتلاقوه موجود أسفل الفيديو إن شاء الله. طيب يلا كده نبدأ مع بعض ونعرف الأول إزاي نسطب البرنامج بتاعنا. بعد ما تعمل داونلود للبرنامج من على اللينك اللي هديهولك، على طول بتلاقي عندك اتنين، في نوعين من البرامج: النيترو بروفيشنال اكس 32 او اكس 86. لو جينا كده بصينا هنا كده هيقول لك ايه، 32 بت و 64 بت. انت لو عندك الويندوز بتاعك 32 بت تنزل الاول، لو عندك الويندوز بتاعك 64 بت تنزل التاني. اعرف دي ازاي؟ كليك يمين على ماي كمبيوتر بروبرتس وركز هنا كده في السيستم تايب. انا عندي الويندوز بتاعي 64 بت، يبقى هنزل ايه؟ هنزل النسخة الخاصة باكس 64. طيب لو انت عندك الويندوز بتاعك كان مكتوب هنا، لما كليك يمين على ماي كمبيوتر بروبرتس، ماي كمبيوتر كده كليك يمين هتقول له بروبرتس، هتلاقي الشاشة دي جات لك. لو قال لك ان انت 32 بت اوبريتنج سيستم، يبقى تنزل النسخة الخاصة ب 32 اللي هي اكس 32. وملحوظة برضو ال 32 بتشتغل على ويندوز 32 بت وعلى ويندوز 64 بت. يبقى دي المرحلة الاولى ازاي ننزل البرنامج المناسب لويندوز بتاعنا. طبعا انا هحمل النسخة الخاصة بال 64 بت اكس 64، لان الويندوز عندي كان 64 بت. دبل كليك بكل بساطة، ما فيش مشكلة خالص، بحمله بكل بساطة، بيعمل اكستراكت وبقول له نيكست نيكست، يعني ما فيش حاجة مثلا بتكون مميزة او ما بيكونش فيه حاجة بتستدعي الاحترافية اثناء التحميل. هنبص كده مع بعض على خطوات التحميل ونشوف يا ترى فيها ايه وايه اللي هنحتاج نكتبه ونكمل مع بعض ان شاء الله. بيقول لي خلاص انا ببدأ اعمل عملية الاعداد للتحميل preparing to install، بستنى معاه لحد ما اشوف ايه الشاشة التانية او رسالة. رسالة ترحيب عادية جدا، بقول لك ان انا فيرجن 10، مفيش مشكلة، اتفاقية الترخيص، بقول له انا موافق وبقول له انستول، اعمل تحميل للبرنامج، هستنى الحياد ما يخلص تحميل للسوفت وير بتاعي. لو في اي بس رسالة ظهرت لك او حاجة بتقول له يس، وفي الاخر بعد ما بيخلص بتنتهي عملية تحميل وبتكون كاملة بيقول لك خلاص انا خلصت. وطبعا انا بقول لك ان انت تعمل لانش للنيترو، يعني تشغله. لو عايز البرنامج يشتغل سيب علامة الصح، لو مش عايزه يشتغل شيل علامة الصح. هخليها واقول له فينش علشان هيقول لي ان البرنامج عندك بيكون تجريبي لمدة كذا يوم، هنشوف الرسالة اللي هتظهر مع بعض. والخطوة التانية بعد ما عملت عملية تحميل البرنامج، جت خطوة ان انت تعمل عملية اكتفى للبرنامج او ان انت تنزل له كراك خاص بيه. طبعا هو بيقول لي ده البرنامج ده مميزاته كذا وكذا وكذا، ممكن تستعرض، ممكن تعمل انشاء، وممكن تعمل تحويل، وممكن تعمل اديت او تحرير للبي دي اف، وممكن تضيف توقيع. ها بيقول لك اكتف ناو ولا ستارت فري ترايل، يعني انت عايز تجربه تجريبي، هتقول له كده ستارت فري ترايل. يبقى احنا كده لحد دلوقتي كل اللي عملناه نزلنا البرنامج وقلنا له اشتغل كتجريبي. الخطوه الثانيه باذن الله ازاي نعمل عملية اكتف للبرنامج علشان نخلص من قصة الجزء التجريبي دون. زي ما انت شايف النيترو هنا بيكون تجريبي، لو جيت قلت له هيلب وجيت سألته هيقولك ان انت البرنامج عندك تجريبي لمدة 14 يوم، وبيقولك ان ده اليوم الاول من كام يوم، من 14 يوم. بقفل من هنا كده خالص، وبعد كده ببدأ احمل الكراك الخاص بالبرنامج. ملحوظة لو عندك انتي فيروس اعمله بس كده اكزت منه علشان خاطر ما يعملكش حذف للكراك بتاع البرنامج. الكراك موجود قدامك زي ما انت شايف. بعد ما قفلت الانتي فايروس كليك يمين هقول له اكستراكت هير، هيتفكلي الثلاث ملفات دول كده. بكل بساطه
هقول له ايه؟ شغل الكيشن او الملف اللي بيعمل لي ان هو بيعمل لي كراك للبرنامج. في شويه مزيكا كده شغالين، بكل بساطه بقول له جينيريت من هنا، بتاخد الاسم ده كوبي، وبتاخد السيريال نمبر وبتدخلهم للسوفت وير علشان تاكتفه. لو انت مش عايز تستخدم الكيجن ده، لو مش عايز تستخدم الكيجن او الكراك، في هنا ملف اسمه سيريال، هتلاقيه موجود فيه، موجود الاسماء وموجود السيريال نمبر الخاصة بالبرنامج اللي تقدر برضو تستخدمه. نضغط دبل كليك على ملف السيريال، هتلاقي عندك الاسم الاول والتاني مفصولين كده بين بعض، وهتلاقي مجموعة سيريالات تقدر تستخدمهم مع البرنامج. طيب نفتح كده البرنامج مع بعض، لسه مسطبينه. هيقول لي ان انت كده عندك انت في الفترة التجريبية في اليوم الاول من 14 يوم، وبيقول لي ان انت عايز تكمل تجريبي ولا اكتف. هقول له لا، انا عايزه اكتف ناو. هيقول لي دخل الاسم الاول والتاني وبعد كده السيريال نمبر بتاعك. هختار الاسم الاول كده كوبي واحطه هنا كده، وبعد كده اختار ده ممكن يكون الاسم الاول بس كده، وقط ده يبقى الاسم الايه التاني. الكمباني بتاعتنا هتكون الايه كلمة دي كده كوبي، وبعد كده ناخد سيريال نمبر من السيريالات الموجودة هنا كوبي، ونروح جايين مدخلنا جوه البرنامج برضو كده لاسك، ونقول له اوكي. بيقول لي خلاص موافق، او بقول له موافق، بيقول لي السيريال نمبر خلاص تم الموافقة عليه. وبعد كده حتة البرنامج التجريبي دي بتلاقيها خلاص ذهبت واختفت تماما. طيب ازاي بقى نستخدم البرنامج؟ بكل بساطة هنستخدم البرنامج بطريقتين، يا اما ان احنا نستخدم البرنامج من جوه الوورد علشان نكتب اي كلام زي كده مثلا. لو انا كتبت اي كلام او رسمت اي شكل كده زي كده مثلا اهو، وجيت عايز احوله البي دي اف، على طول بلاقي هو البرنامج نفسه، وليكن كنت عايز ارسم بس شكل تاني كده زي النجمة دي كده اهو، بتلاقي البرنامج عنده في الاخر اضاف لك في الوورد بتاعك قائمة باسمه، اسمها نيترو بي دي اف، نيترو برو اهو. فانت ممكن بكل بساطة من جوه الوورد وانت جواه عايز تنشئ ملف بي دي اف، تقول له كرييت بي دي اف، هيقول لك عايز، هيقول لك متأكد، اقول له اه متأكد، وتروح جاي على الديسك توب وسميه كده اي حاجة كده مثلا. ده انا الاول احفظ، بس بقول لك احفظ الاول ملف في الوورد، خلاص حفظته واحفظ البي دي اف. لو جينا كده بصينا على طول، بمجرد ببص على الديسك توب عندي بلاقي على طول عندي تم انشاء الملف اللي انا لسه انشأته حالا دلوقت. ادي اهو ملف الوورد، وادي ملف البي دي اف برضو اللي بياخد نفس الاسم اهو. انا كنت سميت ده واحد، وادي ايه ملف البي دي اف شكله اتحفظ في مكان تاني. هقول له نيترو واقول له كرييت بي دي اف، هيقول لي اه كان اتحفظ دوكيمنت ولا احفظه على الديسك توب. وبكده بنكون قدرنا ننشئ ملف بي دي اف اهو، زي ما حضرتك شايف بكل بساطة بقى عندك ملف وورد وملف البي دي اف. يبقى الخطوة الاولى لو انت عايز تنشئ ملف بي دي اف، بكل بساطة انت ممكن تروح كده واخد الكلام ده كده كوبي وتفتح الوورد بتاعك، وممكن بكل بساطة كده تحطه لاصق اهو. فبكده بتقدر ان انت تعمل ايه؟ تقدر ان انت لو جينا كده حتى اهو عشان نتفرج على النتيجة، بكل بساطة عايز تعمل ده ملف بي دي اف، بتلاقي عندك قائمة ضافت كده في الريبون فوق، تقدر تخش عليها وتقدر تقول له كرييت بي دي اف. وطبعا لازم تحفظ ملف الوورد الاول اللي انت شغال عليه. هو بيقول لي انت موجود من قبل كده، بقول له اه، بقول له احفظ لي على الديسك توب الملف بتاعك بيبقى بامتداد بي دي اف، بقول له سيف. وبكده بنكون قدرنا نعمل ملف بي دي اف من خلال الوورد. لو جينا كده بصينا مع بعض اهو، موجود على الديسك توب ملفين، واحد اسمه بي دي اف واحد اسمه وورد. طب ايه كمان اللي اقدر اعمله علشان اقدر؟ طبعا انا ممكن اقول له بدل كل رساله مشويه دي تجيلك، يا ريت تقول له ما تظهرليش مره تانية، اقول له كلوز عشان الرساله دي كل شويه ما تجيلكش. يبقى اول حاجه استفدنا بيها ان انا اقدر ازاي ان انا عملت عمليه اكتفه للبرنامج من خلال السيريال نمبر الموجود داخل ملف السيريال، او اللي بيتولد من خلال الكيجن. عملنا الاول تصيب للبرنامج، عملنا تنشيط للبرنامج، بعد كده
قدرنا ازاي ننشئ من خلال ملف وورد ننشئ ملف بي دي اف. طب لو انا عندي ملفات بي دي اف زي كده بتبص تلاقي على طول برنامج النيترو اتفتح قدامك. نقدر بقى نستفيد ازاي من برنامج النيترو؟ طبعا هو ليه استخدامات كتيره جدا هنتكلم عن بعضها دلوقتي. اول حاجه، لو انت عايز تحول الملف ده لملف وورد او اي صيغه تانية انت تعجبك، بتلاقي عندك هنا على طول في الهوم بيقول لك ان البي دي اف ده تو وورد، يبقى انت كده عايز تحوله ايه؟ لملف وورد. وبيقول لك مكانه فين؟ انت بتقول له في الاوريجينال فايل، يعني خليه في نفس مكانه، وبتقول لك بس كونفيرت، على طول بيبدا يحوله لك في نفس المكان اللي فيه ملف البي دي اف بتاعك، وعلى طول بعد ما بينتهي التحويل زي ما انت شايف على طول بيفتحه لك. يبقى لو عايز تحوله الوورد بكل بساطه، بعد ما تضغط دبل كليك قول له تو وورد، عايزه اكسل قول له تو اكسل، عايزه باوربوينت قول له تو باوربوينت. اي صيغه تعجبك هتلاقي كل الصيغ موجوده هنا اللي انت عايز تعمل كونفيرت من ملف البي دي اف لاي صيغه انت عايز تعملها. طب لو انت عندك اكتر من ملف بي دي اف ممكن تعمل ايه؟ ممكن تعمل دمج ليهم. فممكن تروح جاي مختار هنا وتختار ملفات البي دي اف المختلفه اللي عندك، وفي الاخر تقول له كرييت، بحيث ان انت لو ضفت هنا 3 4 5 ملفات وقلت له كرييت فيضمهم لك، يخليهم لك ملف واحد فقط. يبقى ممكن انت تعمل ايه؟ تعمل تحويل لاي صيغه انت عايزها، او تعمل دمج، وهتلاقي برضو كذا شكل هنا، او تقدر تاخد شويه كلام زي دول كده سيلكت. لو انا عايز اختار سيلكت فبقول له سيلكت للتكست او للسناب شوت لصوره، فاقول له التكست الاول، واروح جايب كل بساطه معلم على الكلام اللي انا عايزه كده، واروح جاي كليك يمين واقول له كوبي تكست، واقدر اخده في اي مكان انا عايزه. لو انت عايز تاخد سناب شوت يعني صوره تقدر برضو ايه تستخدمها. الحاجه بقى الثانيه المفيده جدا ان انت تقدر تضيف تعليقات، يعني ده الملخص كده، فانت عايز دلوقتي تضيف جزء او تعليق على الملخص ده، وعايز تعمل عمليه ترجمه في نفس البي دي اف، برضو ده ينفع. ازاي؟ من خلال قائمه، فبقول له ايه؟ اد نوت، انا عايز اضيف ملاحظه، وباجي في المكان اللي عايز اضيف فيه الملاحظه كده واروح ضاغط بس كليك، على طول بلاقي بيجي لي اللي هو الايه المربع الخاص بالنوت. ممكن انت بقى تكتب ايه؟ تكتب اي حاجه انت عايزها، وليكن هكتب مثلا ملخص البحث، وابدا اكتب ايه؟ ان البحث ده بيتكلم عن كذا عن كذا وكذا وكذا، واكتب اللي انا عايزه براحتي خالص. وممكن طبعا ان انا اغير حجمها او اوديها يمين او اجيبها شمال زي ما انا عايز خالص. لما بخلص بقفل من هنا اصبحت عندي الملاحظه مالها موجوده. ممكن بقى تتحركها توديها فوق توديها تحت يمين شمال زي ما انت عايز، وممكن بدبل كليك كده او بمجرد ما بتقف هي على طول بتكتب لك ان الكاتب كتب كذا كذا او النوت دي. لو انت دوست مره تانية كده بيعمل لك عمليه ايه؟ اضافه لوحده جديده، يبقى كل مكان. طيب لو انا عايز احذف دي كليك يمين، وممكن اقول له بقى ان انا عايز اعمل لها ديليت، عايز اعمل دي كده اديت كليك يمين، وممكن برضه اقول له ايه؟ ان انا عايز اعمل لها عمليه مراجعه وهكذا. لو انت جيت دوست هنا كده قلت له فيو اول تكست، على طول بيجيب لك كل النوتس اللي انت عاملها. يعني انت كنت عامل نوت واثنين وثلاثه واربعه، زي مثلا انا جيت هنا ورحت جاي ضايف نوت جديده عن دي مثلا ملاحظاتك عن المقدمه، وجيت مثلا كده غيرت مكانها زي ما انت عايز. بكل بساطه لو جيت دوست هنا قلت له فيو اول تكست، فيقول لك انت عندك دي كده اسمها كذا اهي، وممكن تعمل لها عمليه اديت برضو براحتك وتكتب اللي انت عايزه، وممكن برضو تروح جاي فتحه تانية وتعمل اللي انت عايزه. يعني تقدر ان انت كومنتس، تقدر ان انت تعمل فيها اللي انت نفسك فيه، وتقدر تعيد ترتيبها وتقدر تعمل لها اديت زي ما انت عايز. يبقى انت كده استفدت برضو من خلال البرنامج بميزه جميله جدا، انك تقدر على فكره لو دوست دبل كليك على اي ملاحظه بيفتحها زي كده، هي كلها ايه مقفوله النوتس كلها، دبل كليك على اي واحده بتقدر ان انت ايه تعمل لها عمليه فتح. طبعا زي ما حضرتك شايف ان انت بتقدر ان انت تضيف اي عدد ملحوظات انت عايزه. وبكده بنكون عرفنا ازاي نقدر نضيف نوت داخل ملف البي دي اف نفسه. طب لو انا جيت كده على ايديت وقلت له ايديت، انا عايز اعمل ايديت مثلا للتكست ده كده، زي مثلا انا عايز اعمل ايه؟ عايز مثلا اغير فيه حاجه، عايز اخده كوبي، اللي انت عايز تعمل ايديت للتكست نفسه، تغير في الكلام، تقول مثلا اي كلام انت عايزه زي ما انت حابب. اهو ممكن تضيف كلام كده مثلا بالانجليش زي ما انت عايز، اهو انا ضفت اسمه ايمن جبر. يبقى انت ممكن اصلا تعمل اديت لملف البي دي اف نفسه من خلال اديت، وتدوس على زرار اديت
فبتقدر تعمل ايديت زي ما انت عايز خالص. طيب زي ما انت شايف برضو بتقدر ان انت تغير في اي حاجه انت عايز تغير فيها، وبتقدر ان انت تحسن، عايز تجيب الكلام ده في الوسط هاته في الوسط زي ما انت عايز بقى خلاص. انت كده يعني عارف ان انت ممكن ايه تعمل ايديت براحتك خالص، مفيش مشكله زي كده، تجيب الكلام يمين تجيبه شمال زي ما انت شايف، انا بعمل ايديت فيه براحتي تماما. في الاخر لما بتيجي تقفل بقولك عايز تحفظ الكلام ده، لو عايز تعمل سيف بتعمل سيف، مش عايز بتقفل من غير ما تعمل عملية حفظ للشغل بتاعك. بكده بنكون عرفنا ازاي ننزل برنامج، ازاي ننشطه، وخدنا فكرة عن كيفية استخدامه. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.